كلام الواضح والصريح ولا يحب الكلام المنمر، لا يحب المديح. يعني لما تجلس مع زملائك اللي يكون واضح وصريح بدون كلام منمر. كان الرائد والأول بمواجهة آثار تلك المسيرة. إنه هاي صفات الهاشمي. لاحظ صمود أمير الآن بدأ منذ توليه المهام، وهو عون لجلالة الملك على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي. صار الملك كل صغيرة وكبيرة دخلوا في حكومة. شو قاعد نسوي؟ كل واحد اللي متروح الساحة يواجه هذه التحديات، يواجه صفقة القرن، هو جلالة الملك لوحده. لما قفز وأتقنها بنسبة 95% من أول مرة. قرار حكيم من جلالة الملك أن يشكل لجنة ملكية، مرة تكون لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية وترأسها دولة سمير رفاعي. وهو الأب والمبادر والمحفز، سميه ما شئت. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.